النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل أي الذنب أعظم؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، تعدل في جلسته، قال ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور. يقول فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أشفقنا عليه. الآن واحد علشان ولد عمه يشهد زور، يشهد زورا لأجل أخيه، يشهد زورا لأجل زوجته، يشهد زورا، يشهد لأبيه، يشهد لأمه زورا وبهتانا. لماذا؟ لأنه قريب. فشلة، ماذا يقولون عني؟ طيب ماذا يقول الله عنك سبحانه وتعالى؟ فعلينا أن نجعل تقوى الله مقدمة على إرضاء كل أحد. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، رجع مادحه ذما له. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ويا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، هذه وهذه. لابد أن يكون الإنسان شاهد بالقسط بالعدل، ولو كان المشهود عليه، ولو كان على الوالدين والأقربين. والدين، تشهد على والدك بالحق، تشهد على والدتك بالحق، تشهد على نفسك بالحق، تشهد على إخوتك، أخواتك، أقاربك، أصدقائك، جيرانك بالحق. إياكم وشهادة الباطل،